مساء الخير، فيديو جديد من ديلي توتس وافكار جديده هنتكلم فيها مع بعض. اعتقد ان كل واحد فينا لما بيبقى قاعد فاضي عنده وقت فراغ كبير بيسلي نفسه بطريقه مختلفه. في ناس بتلعب رياضه، في ناس بتلعب مزيكا، في ناس بتتفرج على التلفزيون، في ناس بتشتغل على الكمبيوتر، وفي ناس بتقرا، وانا واحد منهم. بالنسبه لي القرايه واحده من احلى الحاجات في الدنيا، لان هي بتخليني اركز على حاجه واحده بس، وهي الحاجه اللي انا بقراها، وبتخليني ما افكرش في اي حاجه ثانيه خالص. وطبعا عندي مجموعه من الكتب رهيبه، لما تخش مكتبه وتلاقي اللي فيه كتاب بيناديك ويقول لك تعالى اقراني وتشتري، فده احساس من احلى الاحاسيس اللي في الدنيا. علشان كده النهارده انا كل الكتب اللي عندي ليها فيزهم، لكتب اشتريتهم وقريتهم، وكتب اشتريتها ولسه ما قريتهاش لحد دلوقتي، وهشوف النسبه انهي نسبه منهم اعلى. فالكتب اللي اشتريتها وما قريتهاش هتبقى هنا، والكتب اللي اشتريتها وقريتها هتبقى هنا. هل انا فعلا بحب القرايه وبحب اشتري كتب عشان اقراها، ولا بحب اشتري كتب عشان بس بحب اشتري وبحب اضيع فلوسي على كتب بيبقى منظرها جميل لكن في الاخر ما بتقريش؟ تعالوا نشوف. من 132 كتاب طلعت قريت منهم 68 كتاب، وما قريتش منهم 64 كتاب. اي نعم هنا شكلهم اكتر من هنا، بس عشان الكتب دي حجمها اكبر وبعض وقت اطول عبال ما اخلصها. الكتب اللي هنا دي كلها صغيره، مش كلها خلصتها، بس انا اغلبيه قريتهم، وبس هما يعني ازيد اربع كتب بس من اللي ما قريتهم. زي ما قلت لكم 68 كتاب اشتريتهم وقريتهم، و64 كتاب اشتريتهم ولسه لحد دلوقتي ما قريتهمش، ده غير اللي فيه كتاب انا بقراه حاليا، فينفع نحسبه 69؟ ممكن نحسبه 69. ده يبين اللي انا بحب القرايه جدا، وبحب اللي انا اقرا كتب اللي انا بشتريها، مش بس بشتريها وافضل حاططها منظر عندي وخلاص. انت كمان لو بتحب القرايه، هل انت بتحب القرايه عشان بجد بتحب تقرا، ولا بتحب تشتري الكتب ومنظرها يبقى حلو ومحتفظ بيها علشان ممكن تقراها في وقت من الاوقات؟ وممكن كمان تقولوا لي في الكومنتس، بتحس اوقات الكتب هي اللي بتختاركم تقروها في الوقت المناسب، ولا انتوا اللي بتختاروا الكتاب على حسب مزاجكم؟ انا عن نفسي بحس ان الكتب هي اللي بتختارني اقراها في الوقت المناسب. فقولوا لي داون في الكومنتس، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا ثامز اب، وتقدروا تعملوا لي فولو في كل السوشيال ميديا اذا كانت فيسبوك، تويتر، انستغرام، تيك توك، باسم كميل. وطبعا اعملوا لي سبسكرايب هنا في الشانل عشان اول ما انزل اي فيديو تكونوا اول ناس بتشوفوه. الفيديو الجاي من ديلي توتس هينزل قريب جدا، ولحد ما ينزل خلي بالكم من نفسكم وستاي سيف.